أشاد اسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة في شتى المجالات وبالأخص في المجال الرياضي. جاء ذلك لدى استقبال سموه الشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العمانية والوفد المرافق له، بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية. ورحب سمو الشيخ خالد بن حمد بالشيخ خالد بن محمد الزبير في بلده الثاني مملكة البحرين، معربا سموه عن اعتزازه الكبير بالروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة حفظه الله. وبحث سموه مع الشيخ خالد بن محمد الزبير تعزيز التعاون الثنائي بين اللجنة الأولمبية البحرينية واللجنة الأولمبية العمانية عبر تبادل الخبرات والتجارب وفتح آفاق التعاون بما يخدم الحركة الأولمبية في كلا البلدين الشقيقين، مشيدا سموه بما وصلت إليه الرياضة العمانية من تقدم كبير أثمر عن تحقيق المزيد من الإنجازات. وبدوره أعرب الشيخ خالد بن محمد الزبير عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ونوه بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية تنمية التعاون الرياضي بين الجانبين بما يعود بالنفع على مسيرة الحركة الرياضية، متمنيا لمملكة البحرين دوام الرفعة والازدهار.